البعض من الناس يخصون شهري رجب وشعبان بصوم الاثنين والخميس والأيام البيض، فما حكم ذلك؟ تخصيص رجب أو شعبان هذا بدعة. البيض ما هو خاص بشعبان ولا برجب، البيض في كل شهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصيام 3 أيام من كل شهر ولم يخصص رجب وشعبان. تخصيص الشهرين بعبادة دون بقية الأشهر هذا بدعة. نعم.